أبغضه حياتي. لك تقبري قلبي على هالنعومة إيه؟ إن شاء الله بيقبرني الـ LDC تبعك. أحلى عريشك. شو يعني؟ بدنا معاملة مشان نحكي مع حضرتك؟ لك شو معاملة تقبري قلبي؟ ليش شو بالنفوس نحنا؟ لك لا ما بدي معاملة شي، بس كان قاعد قدامي هذا المالك قاعد هوني ومربص، يعني شو بدك اياه يشتري علينا؟ لا ايو وحكي لاحظ مدري ليش هيك هذا الزلمة ما ارتحت له بنوم. بعدين انت كمان طبطب شوي، عيونك مشوشه علي لفوق. انت عم تطلع لفوق وانا قلبي عم يهبط، عم تطلع لفوق وقلبي عم يهبط. لك ان شاء الله بيهبط سقف قلبي ايه وبيهروا شبابيك كله. لك معقول انا واحد مثل هذا نغروش خلي لك اياه يشتري؟ لك انا ابو عبده، ابو عبده، لك ان شاء الله بيقبروني الجاجات كلها لاجلي. يا وشني انا ابو عبده الحلوه، شيخ الشباب كلهم والله. لك على راسي والله دخيل الخلخال تبع رجليك. المهم هلا شو الترتيب يا قطعه؟ شو؟ شو؟ طالع لعندك انا. لا يا شو تطلع لعندي؟ بلكي شافوك الجيران. شو بدهم يحكوا علي؟ بعدين بلكي فاق هذا المقبور على قامته. ليش متفوس الخواجة يا ملكة؟ داب السكر بالتنكة، على أساس فكرتوا أنا طلع؟ مثل العادة نايم مقبور جوا. ليش دخلك؟ شو صاير له؟ كأنه عم تزيد الحالة معه. آخ منين بدي لاقيه لحتى لاقيه؟ خليه لربك يا مواطن. سيدي في عندي شكوى. لك عم بمزح معي، ما في شكوى ولا شيء. لك بس هو كان ينزل، يعني ينزل يتفتل هون، يفوت يقول مرحبا يحكي. حاكم حديثه بيفلش كثير ظريف. لك ان شاء الله بتقبري قلبي، انت الظريفه والخفيفه والنظيفه، وان شاء الله بتقبريني وشك عم يضوي مثل الليفه. بس المهم هلا هذا من نفهمه يعني منك، هو عم يطلع ولا ما عم يطلع؟ لانه والله بصباي رح يطلع ضغطي. يعني هو كل أسبوع بيطلع مرتين حوالي الساعة 3 الظهر. بس أنت ما بتشوفه، بكون عم تتغدى مع أم عبده. آخ الله يعدمك ياها مع المعطوبة اللي عندك. بس في هيك سؤال عندي أسألك يا شو، في شوية سؤال، يعني في أمل إنه يطيب؟ لا منين بده يطيب؟ هو بيقعد كل الوقت عم ياخذ حبوب، عم يصفهم صف. ما بعرف شو هذا الدواء اللي وصف له اياه الدكتور، غريب عجيب. ليكون من هداك. الله يشفي، الله يشفي ويكرسحه اكثر ما له مكرسح كمان. والله والله لولا عيون الناس وظلمهم للمطلقات كنت زتيته بلا هواده وبلا اسف وعشت كسيده حره. لك لا لا لا، اوعي اوعي غندوره الصمصوم تبع قلبي. لك اعتبريك على جنب، يعني اعتبريك كلب، قصدي يعني قدام العالم انك متجوزه، يعني على القليله قدام العالم. انما للصبر حدود يا حبيبي. ايه ما تصبرنيش، ما خلاص انا فضبيه ومليت، بدي اشوفك. ايش مفتكر حالك بس انت البحر؟ الحال من بعده يا ابو عبدو. يا حني عريشك انت. شو ما عندك مروحة؟ عندي مبلها بس رايح شفرتين منها. ايش هلا وقعد قبالها؟ لك شو قعد قبالها؟ لك شايف قاعد وراها؟ لك انا قاعد قبالها، بس قسما بالله لما بتحكي معي انت، لك شو بدي اقول لك؟ اذا بتجي كل اطفائيات البلد كلياتها بدها تطفيني، ما بتطفي القبيله اللي جواتي، لك بالكريكات ما بيطفوني. للدرجه دي؟ للدرجه دي؟ فيك تعيديها؟ للدرجة دي يا الدلعادي ليش؟ للدرجة دي تهون عليه. قلت لك استعجل، استأجر هالبيت ليكو الباب على الباب. لك بدي ساويها، بدي ساويها، أنا أصلاً ميت على ما ساويها. منصير لحنا والقمر جيران، يعني بتصير زقط لقطة، صلط سقط زلط سقط لقطة سقط. حبيت هاي سقط لقط مهضومة. معناها بكره بالكافيتيريا منلتقى ومنفكر وعلى الاكيد منلاقي حل. ولا نسيت انه عم تحكي مع شهيره.com. لك ان شاء الله بتقبرني شهيره وسط اب. ايه